إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء، كيف حالكم؟ إن شاء الله دائما بخير. درسنا هذا اليوم هو عن منهج جديد للغة الإنجليزية صف السادس الابتدائي، قراءة درس كتاب الطالب الملون وحل تمارينه، اختبار المراجعة Unit 1 Lesson 7 Check My Understanding. يجب على التلميذ تعلم معرفة كيفية استخدام وحفظ كلمات الدرس، قراءة وإملاء ومعنى. علق بتم إذا وصلك الفيديو المنشور لضمان متابعتك لنا. قناتنا على اليوتيوب اسمها ونفسها اسم صفحتنا على الفيسبوك English with وائل، الإنجليزية مع وائل. اشترك الآن إذا لم تشترك بعد. يرجى مراجعة فيديو الدروس السابقة من قائمة التشغيل إنجليزي سادس ابتدائي الجديد. الصفحتان التي سوف نأخذها الصفحة 18 و19 pages 18 and 19 from the pupil's book، من كتاب الطالب. شكرا لدعمكم وتشجيعكم ودعواتكم الطيبة. شاركوا الفيديو لتعمل فائدة. Check my understanding. هنا أنا راح أول تمرين هذا نحله من تمرين الاختبار. يريدك أول مرة ترجع للفيديو السابق مال الدرس اللي يتعلق بالقطعتين مال two families، مال my magazine المجلة عن عائلتين، عائلة هان وعائلة فرح، عهان الصيني وفرح العراقية، وتشوف تقرأ القطعة وتفهمها وتجي تحل عليها ذني الأسئلة. ذني عبارة عن yes و no، صح وخطأ، true false. الإشارة راح نحطها هي إشارة الصح التك بالمربع اللي يعبر عنها، إذا صح فنحطها بال yes وإذا no نحطها بال no. Read two families، اقرأ المجلة والقطعة مال عائلتان. Again and tick، اقرأها مرة ثانية وضع علامة صح، إذا جابة صحيحة yes وإذا خطأ no. Number one، Han is from China، Han من بلد الصين، هذه صح، true yes. His family are farmers، عائلته أفراد عائلته هم مزارعون، نحط لها yes true. The farm grows buffaloes، المزارعون يربون أو بالمزرعة يتم تربية الجاموس، أيضا true. فرح is Han's cousin، فرح بتعمه أو بتخالة هان، هذا خطأ false. فرح ماذا is a nurse، أم فرح هي ممرضة، رح نطيها خطأ لأن هي كانت was، هسه هي الآن is a housewife، she was a nurse، كانت ممرضة الآن هي ربة منزل. Number six، there are four children in Farah's family، أكو أربع أطفال بعائلة فرح، هذا true لأن هي من ضمنهم، عندها أخت أكبر منها وخوات اثنين أصغر منها. Number seven، Farah's father lives in Dubai، أبو فرح يسكن في دبي، خطأ رح نعطيها no، أبوها يسكن ببغداد بس هو دا يسوي رحلة leave from Dubai to Iraq، دا يرجع من دبي to Iraq، دا يرجع زين. Number eight، a pilot sits in the cockpit of a plane، طيار يجلس في قمرة الطائرة حتى يقودها، فرح نعطيها true yes صحيحة. تمرين سهل بسيط. التمرين بعده يتعلق بالضمائر. قبل ما أبدي بالتمرين أشرح لكم الضمائر على السريع، هي هم تعتبر مراجعة لكم. بعدها راح نروح نحل التمرين، وورا راح أعلمكم طريقة شلون تجيب الامتحان. اليوم درسنا هو lesson 7 والدرس السابع، والضمائر هن 7. احفظ 7 مثل عدد أيام الأسبوع، 7 ضمائر ذني كلش مهمات، سيطر عليهن هسه لأنه عجائب راح يجين غيرهن. ضمائر الفاعل وهي 7 ضمائر، تستخدم بدلا عن الاسم مكان الاسم، مكان ما نقول علي راح نقوم نقول هي، مكان ما نقول مثلا هانز فاذر راح نقوم نقول هي، مكان ما نقول هباز ماذا، مكان ما نقول اسم ام هبه راح نقوم نقول مثلا شي.
زين، للتعويض عن الفاعل، مكان الفاعل تنحط ظني الضمائر، يعني وين تأتي؟ في بداية الجملة، بالبداية كلش، أول كلمة بعدها فعل، اللي يميزها إنه هي تكون أول كلمة وراها يجي الفعل، وراها فعل. انتبه على هاي، أهم شيء وراها فعل، لأن راح تجي بعد عندنا غيرها يحتاجن وراهن اسم. الضمائر هن السبعة، قسمناها لمجموعتين، الجمع والمفرد. الجمع اللي هي I, we, you, they, he, she, it. راح أفصل لك إياهن بهذا الجدول. هذا الجدول شبي، العمود الأول اللي هو المعنى، العمود الثاني الضمير البرونون، والعمود الثالث شنو نختار ورا هذا الضمير من نشوفه بزمن المضارع البسيط. أول ضمير الـ I اللي هو معناه أنا، المفرد المتكلم، أنا من أحكي وأسولف عن نفسي، فش أقول I وأستخدم وياها فعل مجرد. وي نحن الجمع المتكلم، إذا أنا من ضمن مجموعة ودا نحكي كلتنا سوية أو دا أحكي أنا بالنيابة عنهم، فراح أستخدم وي، أما اثنين وراها فعل مجرد مثل play. اليو بمعنى أنت، مفرد أو جمع للمخاطب، إذا شخص تخاطبه أو مجموعة تخاطبهم دا تأشر عليهم دا تحكي عليهم، فراح تقولهم يو، وراها أيضا فعل مجرد. they هم جمع غائب، ورا they أيضا يجي فعل مجرد play. زين، هسه خلصت المجموعة الجمع. مجموعة المفرد الهي والشي والإت. الهي وهي معناها هو للمفرد الغائب المذكر، شي يجي وراها فعل مضاف له أس الشخص الثالث اللي هو مثل plays. شوف الفرق بين play و plays، هاي الأس مع الشخص الثالث، شو وقت اختارها؟ اذا شفت الفاعل مالتي لو اسم مفرد، لو هي، لو شي، لو ات. الشي معناها هي للمفرد الغائب المؤنث، للبنات وهذا للولد، الهي للمذكر والشي للمؤنث. الات هو او هي مفرد غائب، بس مشكلتها انه هي غير عاقل. يعني شنو غير عاقل؟ يعني البوك الكتاب اقول عليها ات، يعني الدوغ الكات القطة اقول عليها ات، يعني الجوب الوظيفة أقول عليها it، يعني المي الماء الووتر أقول عليها it، يعني المحافظة مثل بغداد أقول عليها it. ذني أشياء غير عاقل، لا هي مذكر، لا هي رجال، ولا هي مرأة، يعني مو إنسان. زين، هسه راح نجي على صفات التملك، هم سبعة، وكل ضمير له صفة تملك الخاصة به، تستخدم مع الأسماء للتعبير عن التملك، يجي وراها رأسا اسم حتى تعبر عن ملكية هذا الشيء لصاحبه. تأتي في بداية الجملة أو وسطها، بعدها اسم، أهم شيء أن وراها اسم، فرقها عن ذيك الضمائر، ذيك وراها فعل، هذه وراها اسم، ذيك وراها الفعل أما مجرد أو بأس الشخص الثالث من الضمائر البسيط، وهنا أنا لا، وراها اسم. اسم شنو هن؟ my, our, your, their, his, her, its. خلينا نشوفهن احسن بالتفصيل. هنا المعنى وصفة التملك نختار بعدها. الماي، ماي اشرح معناها يكون اي، شلون اسمي، اقول ماي نيم اللي هو اسم والياء اسمي. اوا، اوا اللي هي النا، مثلا اوا تيتشر معلمنا. يو، يو اليور اللي هي كاف ضمير بالعربية نسميه ضمير متصل. فايش راح يصير هنا؟ مثلا your name اسمك، اك. their family مثلا عائلتهم. his مثلا his father والده، هو و her اللي هي her mother مثلا والدتها، ها. وال its مثلا its book، its pencil، its. المهم تعود إلها. وراهن شي جينا اسم مثل father، family، teacher، اي اسم، بس ولا يجي فعل، ما يصير يجي فعل. راح نجي هسه نحل التمرين، هذا يتعلق بس بضمائر الفاعل اللي اول شي حكيتهن. زين، شلون راح نحله؟ يقول لك use the pronouns، استخدم الضمائر، in the box بهذا الصندوق، هذا المستطيل، to complete the sentences حتى تكمل بيه الجمل. remember to use a capital letter after a full stop. بالفيديو السابق تحدثنا، قلنا احنا اذا تبدي جملة لازم نبديها حرف كبير.
إذا تنتهي الجملة بنقطة وراها ورا النقطة راح تبدي جملة جديدة، فلازم تبدي حرف كبير. أسماء العلم وأسماء الأشخاص لازم يبدون حرف كبير. فهنا ده يذكرك، يقول لك تذكر من تستخدم الحروف الكبيرة ورا النقطة، يعني ذن الضمائر مكتوبات هسه بالهن بالسمول، بالسمول لتر باللور كيس، ترى راح من تكتبهن تكتبهن بالكابيتال لتر ابر كيس، يعني الاس الاي راح ينكتبن بالكابيتال. راح نجي نشوف هسه هذا شلون راح احلها، احلها على الفهم، مفردات معنى، افتهم معنى الجملة يلا اقدر اختار الضمير المناسب. فسيقول لك ماي فاذر، ابويا از ان انجينير، هو مهندس. الجملة على من تتحدث؟ على الاب. اذا الاب شو عوض عنه؟ هي، لان مذكر اختار له هي. هي وركس ان ان اويل ريفاينري، هو يعمل مصفى مال نفط. نمبر 2 اي ام جود ات ماس، اني جيد بالرياضيات. And I want to be an engineer. وأني أتمنى وأريد أن أصير مهندس. دا أحكي على شنو؟ على فشي غير عاقل، الهندسة والوظيفة مال الهندسة. فش راح أختار لها؟ It is a difficult job. It is a difficult job. مهنة صعبة. اختارت لها it. عند أحكي على المهنة، مهنة الهندسة. زين. She has two younger brothers. هي تمتلك اخوان اصغر منها اثنين. زين. هسه دا احكي على منو؟ شفتهم توان دا احكي على منو؟ دا احكي على اخوانها الاصغر منها. هي تمتلك اخوان اصغر منها. ايش بيهم ذول الاخوان؟ هم توأم. Twins. اذا نعوض عنهم جمع اقول they. They are twins. هم جمع. هم العفو. هم توأم. Number four. I live in Basra. انا اعيش في البصرة. ايش راح تختار هنا؟ انت تحكي على البصرة، راح تقول موقعها هي في جنوب، بجنوب العراق. ايش راح اقول على البصرة؟ هي غير عاقلة، اقولها it is in the south of Iraq. My mother is a housewife. امي هي ربة منزل. ده احكي عن الام مؤنثة. فش اختار لها؟ she works at home، هي تعمل في المنزل. she. Number 6. My sister and I want to be doctors. أختي وأني أريد نصير أطباء. هنا جمع يعتبرون، وأني متحدث من ضمن المجموعة. إذا راح أختار لها we want to work in a hospital. Number 7. يقول لك My brother wants to work in a restaurant. أخوي يريد يعمل في مطعم. ده أحكي عن أخوي. إذا هو مذكر، شو أختار له؟ he. He likes cooking. انتهى التمرين. حلو سهل. اذا انتبهتوا انه مثلا ورا ال he والشي وال it الفعل ده نضيف له الشخص الثالث لان مضارع، ورا ال we وال they الفعل ده يكون مجرد. اذا انتبهتوا ورا ال want to وفعل مجرد، ورا ال like او likes فعل ب ing. ذني الملاحظات اللي احنا ذكرناها سابقا تقدر تراجع الفيديوهات السابقة وتتذكرهن. التمرين اللي بعده يقولك choose and take the correct job. اختار وخلي صح للوظيفة المناسبة، الوظيفة الصحيحة. يعني راح نشوف هاي الصورة مال شنو هذا؟ هذا طبيب. طبيب بالانجليزي شنو؟ دكتا. خلينا نشوف وين هالدكتا. هاي الدكتا، اي صح هاي الدكتا، اختارها. هاي الدكتا معناها طبيب. فايرمان اللي هو رجل الاطفاء ما نريدها، وويتا اللي هو النادل ما يفيدنا. اللي بعدها هاي صورة سائق مال تاكسي. خلينا نشوف وين الصورة، وين الكلمة مالته. تراك درايفر، سائق شاحنة لوري. تاكسي درايفر، هي تاكسي درايفر. وترين درايفر، سائق القطار ما تفيدنا، احنا بس نريد سائق التاكسي. نمبر 3، الصورة مال الخباز ابو فرنسا مون دا يشتغل دا يشوي صمون. ايش راح نختار له؟ خلينا نشوف. كلينر اللي هو منظف ما تفيدنا. بيكر اللي هو خباز، اذا هي صحيحة. والبينتر اللي هو الرسام ما تفيدنا. الصباغ، هنا صورة القصاب اللي هو يبيع لحم. خلينا نشوف يا هي اختيارها. بوتشا اي صحية، القصاب بوتشا. فارما المزارع ما تفيدنا. والنيرس ممرضة ما تفيدنا. نمبر 5 يقول لك هذا منو اللي دا يبيع بالمحل ويساعد ابو المحل، يشتغل عامل بالمتجر، منو؟ خلينا نشوف. هاوس وايف، هاي ربة منزل ما تفيدنا. شوب اسيستنت، اي صح شوب اسيستنت اللي هو العامل مال المتجر. تيتشر معلم ما تفيدنا هنا. نمبر 6، هاي البنية اللي هي تبيع بالصيدلية.
صاحبة صيدلية يعني صيدلانية، ايش راح نشوفها؟ اسمها شنو؟ فارماسيست، اي صح فارماسيست. لو انجينير، انجينير مهندس ما تفيدنا، والبلده ما تفيدنا، بناء فارماسيست اللي هي الصيدلانيه. نمبر 7 يقول لك هاي الصوره منه، هذا هذا الشرطه بوليس. اذا ايش راح اختار له؟ فوتبول بلاير، فوتبول بلاير لاعب كره قدم، كلا. بوليسمان، بوليسمان اللي هو رجل شرطه، اي صح. بايلوت اللي هو الطيار ما تفيدنا. نمبر 8 بانكر، بانكر اللي هو صاحب البنك، اي صح الموظف بالبنك او مدير البنك، بانكر. الكوك طباخ ما تفيدنا، والزو كيبر الحارس مال حديقه الحيوانات ما تفيدنا. اوفيسر ضابط ما تفيدنا على الصوره هاي لانها صياد مال سمك. جروسر اللي هو البقال ما تفيدنا، وفيشرمان اللي هو صياد السمك، هي هاي الصحيحه. المفروض هسه انت امشي على السريع لانه الفيديو يعني صار عندي صعب بالرفع بالانترنت من يتاخر، دا امشي اسرع. انت اذا تريد تقدر توقف الفيديو وتقرا الكلمه وترجع الفيديو وتسمع معناها زين، تسمع لفظها زين اذا تريد تستفاد اكثر، اذا بس تريد تعرف الحل فدا امشي وياك يعني على السريع لتشوف الحل قدامك. التمرين بعد يقول لك work with a partner، اعمل مع زميلك قاعد بصفك بالرحله، صديقك زميلك. ask and answer، اسال وجاوب على هن الوظائف. مثلا تجي على نمبر 1 رقم 1 اللي كانت دكتا، ايش راح تقول؟ I think number 1 is a doctor، انا اعتقد بانه الوظيفه رقم 1 هي طبيب. دكتا تعلمت تسولف بالانجليزي، تحكي بالانجليزي احسن، محادثه تعتبر تتقوى عندك. احنا هسه لندن اشرح لكم اياها، فبدنا نحكي بالعربي، هو المفروض تسولف بالانجليزي. من واحد يجاوب اذا نفس الجواب صحيح ويوافقك بالراي راح يقول لك yes I agree، yes I agree، نعم انا اوافقك. اذا لا انت مثلا اخترت waiter خطا، هي الصوره دكتا انت اخترت waiter، فايش راح يقول لك؟ no I think number one is a doctor، لا ما اتفق وياك، انا اعتقد بانه رقم واحد هو طبيب. زين التمرين بعده يقول لك listen and check your answers، استمع واكو تسجيل تسمعوا وتتاكدون من اجوبتكم صح لا خطا. How many did you get correct؟ كم وحده احسبهن بالله وشوفهن كم وحده اللي انت طلع عندك اختياراتك صحيحه. اكتب تم في تعليق لطفا، شارك الفيديو للفائده رجاء، ضع اعجابنا للفيديو، لايك شير كومنت، اشترك الان اذا بعدك ما مشترك. هسه شو راح تجيني الضمائر بالامتحان؟ راح اعطيكم أمثلة على سؤال المفردات الاختيارات. My father is an engineer، هاي نفس الجملة اللي قلناها قبل شوية بس كانت يعني فارغة، هي بس رأسا نحط الضمير. أنا جبت لكم إياها بطريقة إنه يقول لك اختار، ده يحكي لي هسه على الأب، فالأب مذكر لا مؤنث، الهي للمذكر، الشي للمؤنث، إذا أختار للأب اللي هو father، أختار له هي لأن هو هم مفرد ماكو بي إس، مفرد بنهايته ماكو منتهي بس. My father is an engineer، إذا أختار له هي. He works in an oil refinery، هو يعمل بمصفى من النفط. انتبهنا انه ورا الهي الفعل بيأس الشخص الثالث. مثال ثاني، Han is from China، Han من بلد الصين. His or her family are farmers، ايش اختار؟ ذا Han هو مذكر صفة تملك لتناسب المذكر، اختار له his اللي هي sorry his اللي هي ضمير مالتها هي، لو اختار له her اللي هي ضمير مالتها she. ايش اختار له؟ هو ولد مذكر، اذا اختار له his لان هان مذكر، اختار له his. زين شلون عرفتها his؟ لان وراها اسم his family. زين هسه مثال على سؤال قواعد، سؤال قواعد الاختيارات شلون راح يكون؟ راح يكون I know my father is an IT programmer، ابويا هو مبرمج مال تكنولوجيا المعلومات. ايش اختار؟ I know my، هنا اختاريت my، ليش؟ لانه اجى وراها اسم، صفات التملك تريد اسم، الضمائر تريد فعل، هاي صفة تملك اسم، صفة تملك اسم. البعدها he لو I work at school، اعمل في المدرسة، هنا he لو I، اثنيناتهن واحدة من عندهن ترهم، اثنيناتهن ضمائر، فواحدة من عندهن ترهم، شلون اعرفها؟ حسب الفعل مالتي، الفعل اذا بي اس الشخص الثالث شلون اختارت هي، بس الفعل مجرد فاختار له اي، مضارع بسيط. مثال على سؤال املاء الحفظ الاضافات اللي هو انت لازم تحفظ جدول من الضمائر،
تحفظ سبع ضمائر، تحفظ سبع صفات تملك، كل وحده وشلون تتحول. اللي هي من احولها، حولها his. الشي شلون حولها، اسويها her. تجي ترى هيك شيء بالامتحان. شكرا لمتابعتكم، نسأل الله القبول، نسألكم دعاء، نتمنى فائدتكم. شاركوا الفيديو الفائدة. تحياتي، مع السلامة.